السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم عزيزاتي المتعلمات في حصتنا لهذا اليوم للاختيار الحر للعبة التايكوندو، ودرسنا لهذا اليوم البومزة. والآن مع أجزاء الدرس. نبدأ بالمشي الذي بدوره يساعد على تحسين الدورة الدموية من خلال تدفق الدم وزيادة نسبة الأكسجين في الجسم. الجري، حيث تساعد رياضة الجري على التخلص من التوتر والقلق وتقوية الذاكرة والوقاية من الأمراض، كما يحقق من خلاله وزن مثالي وصحة جيدة. الوقوف جانبا مع تبادل الرجلين للأمام وللخلف وحركة الذراعين عكس الرجلين. الوقوف، فتح وضم الرجلين مع مرجعة الذراعين للجنب وللأمام، وذلك لتقوية الذراعين والرجلين. الوقوف، الوثب بالمكان بالقدمين ثم ثني الركبتين والثبات عدتين ويكرر. الوقوف، الوثب بالقدمين، فتح وضم داخل وخارج الطوق ثم الحجل بقدم واحدة مع الثبات داخل الطوق بالتبادل. الوقوف، الوثب فوق الموانع ثم الوثب جانبا بالقدمين لتعدية الحبل ثم الجري المتعرج بين الأقماع ويكرر. الوقوف باستخدام الثقل المناسب، تقوم المتعلمة برفع الثقل باليدين عاليا وللجانبين ويكرر. الوقوف فتحا، الظهر مواجه بين الزميلتين، الذراعان مفرودتان، لف الجذع مع تبادل مسك الكرة لليمين ولليسار. الوقوف، تشابك الأصابع، ميل الجذع للأمام وللأسفل مع مد الذراعين للأسفل ومراعاة استقامة الرجلين. الوقوف، ثني أحد الرجلين للخلف مع مسك القدم باليد ويكرر بالقدم الأخرى بهدف استطالة عضلات الرجلين.
الجثو، فرد إحدى الرجلين جانبا، ضغط الجذع للأمام مع لمس اليدين للأرض، ثم دوران الجذع للجانب على الرجل المفرودة ويكرر بالتبادل. الجلوس الطويل فتحاً، ميل الجذع والذراعين للأمام ثم محاولة لمس أمشاط القدم بأحد الذراعين ويكرر للجهة الأخرى. شكرا لكم على حسن المتابعة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.